حضروها تحسك بالضروس بالمثل وصف المحالة حسيك ضروسها حضروها جاهزة لا ليان ولا يبوس رشحوها قبل ما نزلوا ضروسها قلت لا غدا في الشوط حرب مثل حرب المسوس أخلف التخطيط بعض العرب ودروسها شوطها بشعارها شوط واحد ومحروس كم سبوق مبدلت وانكسر فعوسها زعفروها وعرضوها مثل وصف العروس شيخة انتزها ذهبها وزين البوسها علمها علم الحياة لا لفوا منها العسوس دائما وسط المجالس يجي مرجوسها ليترشح كل ترحيم بجدارة والحقا ودائما فيها كبيرة هي داعة دائما تزيد لدورة لطلبوا منها بلم ترى الأخيرة كأنها ميراجة